نكمل مع بعض سلسلة الملخصات التطور ليس علم حقيقي، بنكمل في تلخيص القسم السابع اللي هو الرد على ادعاء تطور الإنسان، وناخد الملخص 71 تطور الإنسان النصف الأول من الجزء السادس والثلاثين وجماجم أفريكانوس وحفرية STS-5 الجمجمة المهمة دي. الحفرية التالية في أفريكانوس هي حفرية STS-5 اللي هي افترض ان هي من تقريبا 2.5 مليون سنة بصورتها قدام حضراتكم. الجزء الغامق ده قالب متركب عليه القطعة العظمية. هي اكتشفت زي بقية حفريات الأستراليوبيسكس أفريكانوس في جنوب أفريقيا في نفس الموقع اللي اكتشفوا فيه أغلب الحفريات اللي هو الستريك فونتين في جنوب أفريقيا. اكتشفها سنة 1947 روبرت بروم اللي اتكلمت عنه إن هو تلميذ دارت واللي اخترع النظرية أو الفرضية بتاعت العظام والأسنان والقرون كأدوات. روبرت بروم اللي اتكلمت عنه سابقا في طفل دونجا اللي أيد أستاذه دارت في الادعاء بتاعه، تم تحديد عمرها افتراضيا ما بين 2.5 إلى 2.1 مليون سنة، لكن قياس آخر باليورانيوم رصاص لطبقة قريبة أعطى عمر 2.5 مليون سنة. الحفريات زي ما قلت ما اكتشفتش في طبقات يمكن تحديد عمرها، لكن افترض عمرها من تحليل طبقات قريبة من المنطقة. هم بالفعل بيعتبروها حفرية هامة جدا، لأن قبلها ما كانش للأفريكانوس يوجد جماجم غير طفل تونجا، والحضراتكم عارفين أنه ما كانش مقبول من معظم مؤيد التطور، لأن كان واضح جمجمة طفل تونجا عبارة عن جمجمة طفل شمبانزي، وده اللي يقوله نصا موقع متحف التاريخ الطبيعي تحت اسم هذه المرحلة. أهو أن أغلب العلماء كانوا بيقولوا طفل تونجا was actually baby شمبانزي، خدت بالكم؟ فاستغلت هذه الحفرية اللي اكتشفت بعد طفل تونجا بأكثر من 20 سنة لإثبات أن فعلا في حاجة اسمها مرحلة الأسترالوبيسكس أفريكانوس. فهل أثبتت فعلا هذه الجمجمة أن هذا الجنس ليه صفات تشبه البشر زي ما ادعوا على طفل تونجا؟ الإجابة لا. وجه هذه الحفرية بارز وبقوة للأمام يطابق القردة زي الشمبانزي، وده أيضا يقوله موقع متحف التاريخ الطبيعي تحت اسمها. يعني هذه الحفرية للأفريكانوس البالغ صفات الوجه تطابق القردة بوضوح، وتؤكد أن الأفريكانوس هو من أجناس القردة زي الشمبانزي وبخاصة القزم ونفس الجمجمة ونفس الصفات ونفس الحاجة. سماها روبرت بروم باسم ميسيس بليس، مدام بليس، لأنه كان بيعتقد أن هي لأنثى متوسطة العمر، ولكن كالعادة فاكرين لما قلت لحضراتكم هو عايز يخترع بأي شكل مرحلة تتسمى تنسب ليه، أنه هو اكتشف مرحلة وسيطة جديدة فسماها باسم جديد واعتبرها مرحلة وسيطة جديدة وحاول يدعي هذا الادعاء، فسماها بليثيانثروبس، واللي كلمة أنثروبس اللي هو معناه إنسان، بليثيانثروبس يعني بيقترب من الإنسان، ترانسفالينيسز اللي هي من منطقة ترانسفال، لكن عاد بعد كده واضطر يحطها في الأسترالوبيسكس أفريكانوس ويتنازل عن ادعاء إن هي مرحلة جديدة واعتبرها القرد الجنوبي الأفريقي، يعني رجعت وأصبحت من القردة بعد ما حاول يدعي إن هي شبيهة أو بتقترب للبشر، وقال إن هي فرد مؤنث للأفريكانوس. لكن الباحثين قالوا ان كلامه كان خطأ، لان هذه الحفرية هي غالبا لمذكر، وده ايضا اللي يقوله موقع متحف التاريخ الطبيعي. وجدوا في الاول بجواره عظام حيوانات مختلفة، فظن ان هو اللي بيستخدم هذه الادوات، وقلت لحضراتكم الفرضية دي قبل كده، وحطوا نظرية انه صاحب الادوات، والنظرية الخطأ اللي استمرت اكتر من 30 سنة مقتنع بها علماء التطور لغاية الثمانينات، واللي بدأ يكتشف العلماء أن الأسنان والعظام والقرون القريبة من الحفريات دي بسبب الأسود والنمور اللي كانوا بيأكلوا هذه القردة. فزي ما يقول موقع متحف التاريخ الطبيعي أن الأفريكانوس ما كانش بيستخدم هذه الأدوات، بل كان وجبة، يعني ما كانش الصياد، ده كان الفريسة. يعني النظرية الخطأ دي اللي اقتنعوا بيها ظلت 30 سنة وأكتر مقتنعين بيها لغاية ما العادة اكتشفوا خطأها. بروم في استخراجها استخدم بعض المتفجرات لإزارة أحجار ولهذا الجمجمة بالانفجار اتكسرت وأجزاء كتيرة منها فقدت، عشان كده اتصنع لها القالب زي ما وضحت لحضراتكم، ده اللي يشرحه كتير من العلماء. فأصلا هي أجزاء جمجمة متكسرة معاد تركيبها وغير مكتملة بسبب استخدام متفجرات من قبل بروم، فهي لا تعطي صفات واضحة وبخص حجم الجمجمة بطريقة دقيقة إلا فرضيات تقريبا. البعض بيقول إن على فكرة الجمجمة دي هي كمالة لحفرية STS-14 في STS-5، هي جمجمة هيكل STS-14.
اللي درسناها سابقا في موضوع الفقرات، واللي ادعوا ان هي 6 فقرات، وعرفنا ان هي غالبا 4 فقرات بس، وعرفنا الحفريه اس تي دبليو تؤكد ان هي 4 فقرات بس، وهي اللي اكتشفت بواسطه ايضا بروم في نفس السنه وفي نفس المنطقه، ولكن الاولى اتحددت اللي هي هيكل اس تي اس 14، حددوا ان هي من 2.8 من 10 مليون سنه ل 2.6 من 10. اما الجمجمه حددوها ان هي من 2.1 من 10 مليون سنه بس. لو كانت بالفعل هذه الجمجمه هي جمجمه الهيكل اللي قلت لحضراتكم عليه، للاثنين اكتشفهم بروم في نفس المنطقه، فازاي يكون الجمجمه احدث من الهيكل باكثر من نص مليون سنه؟ مش ده ياكد لحضراتكم عدم دقه مقاييس الاعمار والطبقات هذه الفرضيه الخطا؟ حفرية STS-14 الهيكل اللي عرفنا ان هي تطابق الشمبانزي القزم، بل عرفنا ان هي اكدت ان عظام حوض لوسي اللي هو استرالوبيسكس افرانسس وحافدها افريكانوس غلط للدعاء للدعوه، والحقيقة هو الحوض متجه للخارج مثل الشمبانزي، يعني مناسب للمشي على 4. وقدمت ادلة ومراجع كتير على هذا الامر تفصيلا في الكلام عنها، فده يوضح لحضراتكم ان التطور مجرد فرضيات خطأ ومتضاربة. الحقيقة الصحيح علميا هو التصميم، وده اللي بيشهد عليه العلم. اللي عايز تفصيلات الموضوع بالمراجع وشهادات العلماء يقدر يرجع لموقع دكتور غالي .com بعنوان تطور الإنسان الجزء 36 وجماجم أفريكانوس حفرية STS 14.